اناظر فيها عادي. طيب صل على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا ابن محمد. تعرف اغنيه مقصر في سؤالك وانت غالي؟ مقصر في سؤالك وانت غالي، مقصر في سؤالك وانت غالي، ولو ماني احبك ما ابالي، عسى ما شر بغيابك علي. شفت هذا الشيء اللي قلته؟ ايوه. هم يهدونك الاغنيه ذي. فجيب لك هديه كذا. مقصر في سؤالك وانت غالي. ايه. ولو ماني احبك. ما أبالي، ما أبالي، عسى ما شر بغيابك علينا. عسى ما شر. وقعوك تعهد الآن بيهدونك، فإنما هو انتظر فريقك هنا الله يعطيك العافية. يعني قسم. يا ريح كشنة تكفى. في ريح كشنة بس أنت ركز في نفسك شوي. إيش تبغى يا أخي؟ أقسم بالله مقدرينك ومحترمينك، وحتى يوم وقع معك تعهد شالوا أم البنود ويحبونك حب عظيم، حتى ما يسمونك يسمونك دنعاوي. أول ما تجي يجونك شي حقتكم ذيك الشيلة دنعاوي ناوي يحرق دنعاوي ناوي يحرق ملعب. المشكلة لا تتكلم، بعلمك حاجة، ما لك حقية في الكلام. أوكي. اسمع وركز، لا أخذ القلم. لا إن ما هو جايبي لك هدية، ما هو أصلي بعد العتب وبعد المحبة وبعد ما وافقت على شروطهم وألغوا شروطهم. فتكفى يا محمد، قدر هذا الوقفة من فريقك. أقسم بالله يا عمر إني أحبهم حب ما يعلم. ما يهمني حبك. إيه هذا الشيء الأول. أبغى حضورك. يا تيجي المشكلة إنه مو بس. الآن أنت محبيت، الحين أنت بتحبه يعني بتعطي درجة. حبك لك. حضورك أعطيك درجة. لا لا لا. لا 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 هي هي. ولد إيش اللي. الله يعطيك العافية. طلع طلع على ايش دي فلوس؟ اوف 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 انا من يحرق من فريقك البطل. يوهو يوهو يوهو. يا لا 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 اليوم الظهر ثابت بس شوي. تعالوا كذا شباب، حاسس بدري ولا كذا؟ تعال كذا، هذه هدية قدموها لك فصلك، دليل انهم يحبونك ويعزونك ويقدرونك. اي والله نحبك. وترى مجمل الهديه والرساله اللي موجوده انه يا استاذ محمد لا تاخر علينا، ترى نحتاج الدرجات اللي فيها. طيب امسك. فخلونا من اليمين ناخذ من درجة من اليمين. هنا اليمين سلطان. شوي يا عيال شوي. وخر وخر كذا. تعال كذا. وش تودك تقول لمشرفك اليوم؟ محبه عتب اللي ودك. والله يا استاذ ترى من يوم التعهد هي مضيقه صدري يا استاذ، قلت هذه ابسط شيء نقدم لك. يا سلام يا سلام يا المح. يا والله انا مضايقه صدري من يوم. ولد علينا لا تتكلم عشان تحس بالذنب. اتكلم عبد الله اللي بعد اللي بعد. استاذ والله حتى مثل سلطان استاذ من يوم التعهد استاذ احرق ضميري تكفى. من يوم التعهد استاذ والله حازه بخاطرنا كلنا يا استاذ. يا الله هذه هديه منا استاذ. شكرا لك عبد الله. ها يا عبد الرحمن يا استاذ والله انك تستاهل اكثر يا استاذ. والله يا استاذ هديه مقدمه من الفريق الاخضر وبالذات سلطان. يا سلام يا يوه سلام يوه بدر. هلا والله. اول شيء احنا سميع تاهد ان شاء الله ما زعلت، ترى كلها كانت بخاطرنا ان زعلناك ولا كانت جيت بخاطرك. لا ما زعلته ترى. أوه. اللي سويته هو الصح.